نرجع للمحاضرة مالتنا، قلنا نحكي عن الكارديو اكتيف جلايكوسايز. من يذكرني شنو الكور تبع الكارديو اكتيف جلايكوسايز؟ شلون اقدر اقول اذا شفت جلايكوسايز، شلون اقدر اقول هذا كارديو اكتيف جلايكوسايز؟ من يجاوب؟ دكتورة، شنو يعني؟ الجلايكوسايد يتكون من جزئين، جلايكون وأجلايكون. بالضبط. هو الأكتيف هو الأجلايكون. الأجلايكون. So, يعني بالكارديو أكتيف جلايكوسايتس الأجلايكون بارت شنو يكون؟ هو ستيرويد. يكون ستيرويد. الفور رينجز تتذكروها؟ اوكي شباب، هاي بهاي الطريقة ممكن أنا أجيب لكم شنو الفرق بين الكارديو أكتيف جلايكوسايت والأنثراكوين جلايكوسايت فرضا من ناحية الستركتشر. حتقول لي إنه هو كل الأحوال جلايكوسايد وجلايكون وأجلايكون مرتبطين بأسرة جلايكوسيدية، بس هذا ينطبق على كل أنواع الجلايكوسايد. الفرق حيكون بشنو؟ بالاجلايكون اللي انا على اساسه راح اقول هذا كارديو اكتيف جلايكوسايت، هذا انثراكوينين جلايكوسايت، هذا انذر تايب اوف جلايكوسايت وهكذا. فبالكارديو اكتيف جلايكوسايت عندي الكور هي شنو؟ الستيرويدز اللي هي الفور رينجز اللي هي الاجلايكون اللي هو الاكتيف بارت. الانثراكوينين جلايكوسايت هي السكند كلاس اوف جلايكوسايت، وايضا ينطبق عليها كل شروط الجلايكوسايت اللي هي عندي جلايكون واجلايكون واسره جلايكوسيديه، وايضا تنطبق عليها انه هي ممكن تحدث بالاو جلايكوسايت وسي جلايكوسايت حسب وين راح ترتبط. نفس الكارديو اكتيف جلايكوسايت الكيميكال ستراكشر مالتها هو الانثراكوينون، البيز تبع الانثراكوينون هو الانثراسين. اوكي شباب، البيس تبع الكارديو اكتيف جلايكوسايد هو ستيرويد، البيس تبع الانثراكوينون جلايكوسايد هو الانثراكوينون، والبيز مالته على المركب اللي اسمه الانثراسين اللي هو شنو شباب؟ ثلاثه اروماتيك رينجز وذ فينيل جروب. اوكي، قلنا هاي المواد الفعالة توجد بعدة نباتات. عندي يعني حددت لكم خمس عوائل، عدة عوائل سوري، حددت لكم خمس عوائل تكثر بيها الانثراكوينون جلايكوسايت. يعني أنا إذا أريد أعزل الانثراكوينون جلايكوسايت أتجه كأوبشن 1 هاي الخمس عوائل: الإريكيسي اللي هي الإريكيسي اللي هي العائلة المطاطية، الفابيسي عائلة البقوليات، اللي ليسي اللي هي عائلة الزنبقيات، روميسي وروبيسي. اوكي شباب، هل الانثراكوينين جلايكوسايت توجد عندي فقط بالنباتات؟ لا، ممكن تتواجد انه هي سكندري ميتابولايت، تتواجد بالفنجل اغلب الكينجدوم يعني، واللايكن سبيشيز. من يقول لي شنو اللايكن سبيشيز؟ سامعين بي؟ سامعين باللايكن سبيشيز شباب؟ اللايكن هو عبارة عن طحلب وفطر، طحلب وفطر يعيشون سوا ويتبادلون المواد الغذائية، يعني تبادل المنفعة. يتواجد على جذور الأشجار، على سيقان بعض النباتات. طحلب زائد فطر أسميه لايكن. يعني أنا بالحقيقة ما عندي كائن حي واحد، عندي اثنين، طحلب وفطر، بس ما أقدر أصنفهم يعني يكونون متداخلين. هسه إن شاء الله إذا أكو صورة أراويكم إياها، بس أنا متأكدة موجود على أشجارنا. طحلب زائد فطر يكون شكله وكأنه هو ورقة لازقة على جذع الشجرة أو على ساق أو جذر. أوكي شباب، قلنا الجلايكوسايتس بها أسرة جلايكوسيدية،
هاي العصرة جلايكوسيدية أقدر أكسرها إما حرارة حامض إنزيم. أخذته بالكيمستري إنه الإنزيم اللي يكسر لي عصرة أسميه على أساس العصرة اللي كسرها. فإذا كسر لي بيتا جلايكوسايد لينكج شو أسميه؟ جلايكوسيديز. أوكي، يعني أنا أي إنزيم يكسر لي عصرة أسميه على أساس العصرة اللي كسرها وأضيف له مقطع أيز جلايكوسيديز. بصورة عامة استخدام الأنثراكوينون جلايكوسايد منذ القدم قبل 4000 سنة بالحضارات القديمة يستخدم بالعلاجات. قبل ما أبدي وأقولكم لمن يستخدم الأنثراكوينون جلايكوسايد، منو سامع فد يوز لهذه المركبات؟ نو وان شباب؟ لا 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 دكتورة، هو احنا العام اخذناه كلاكزيتيف. بالضبط، السنة هم حيبقى لاكزيتيف محتفظ بكل خواصه. شو اسمك حبيبتي؟ زهرة ابراهيم. زهرة، شو ذكريني شنو اخذنا عنا العام؟ دكتورة كان اعطتنا نباتات مثل السنمتي وقالت يعني لاكزيتيف يعني شلون شكل العائلة مالتها يعني. اوكي اخذنا اسم النبتة اللي هي سنمكي تذكروها، والعائلة مالتها والمواد الفعالة اللي بيها. اتذكر راوكم اياها بالمختبر. قلنا الانثراسين شباب اللي هو يتكون من شنو؟ عندنا ثلاثة aromatic rings وبي فنول. إذا أجيب لكم structure شباب وأقول لكم هل هذا glycosides لو مو glycosides in general، إذا شفنا عصرة glycosidية معناتها glycosides، عصرة glycosidية وعندي sugar وعندي glycone بصورة عامة هذا glycosides. إذا تشوفون الكور فهذا الكور تبع الglycosides. يعني هسه أنا حاطت لكم النيوكليا تبع الانثراكوينون، ما أقدر أقول هذا glycosides كامل as structure، لأن أنا لازم عندي شنو؟ لازم عندي sugar non sugar وآصرة glycosidية. أوكي شباب، بصورة عامة مثل ما ذكرتنا زهراء يشتغل as a laxative. بصورة عامة laxatives تشتغل بطريقتين، إما تشتغل على الستول itself أو تشتغل على الجهاز الهضمي الـ gastrointestinal tract. تصنف بصورة عامة الميكانيزم مالتها أربع أقسام، إما bulk forming laxatives or osmotic laxatives or stool softener laxatives or stool stimulant laxatives. أحد سامع bulk forming laxatives شنو معناها؟ شنو أقصد بيها؟ نعم دكتورة، هو مثل الإبران يستخدمونه، فيستخدم كميات هواية من الماء. بالضبط، أوس فيحفز الجهاز الهضمي بيصير cheeses. أوكي، البولك فورمينج لاكزيتيفز هي ميكانيزم لللاكزيتيفز تشتغل بيها، إنه شو تسوي لي؟ جمع لي الماء، تسحب شكو ماء موجود. يعني معناته انه انا من اقول هذا الميديكيشن هو bulk forming laxatives، معناته شنو عندي؟ ممكن يكون fibers شباب، ممكن يكون بصوره عامه الفايبرز اللي نستخدمها as laxatives ممكن تكون soluble in water or ممكن تكون insoluble in water. اوكي شباب، الفايبرز هسه لو تجيب فايبرز وتحطها بكوب مي وتحطها بصفك على البنج، بعد فتره حتشوفه حيتكون يتكاثف ويصير جيلي، لانه له قابليه على سحب كل شنو؟ كل الاو اتش. نفس الطريقه هذا يشتغل بالامعاء. اوكي شباب، عندنا الاوزموتيك لاكزيتيفز. من اقول اوزموتيك شو وقت استخدم كلمه اوزموزيه؟ لازم مش عندي اني
لازم عندي خلية، مو عندي غشاء خلوي. فمن أقول أوزموتيك لاكزيتيف شباب، يعني اللاكزيتيف اللي تشتغل بأساس الأوزموزية اللي هي إيش تسحب لي شباب، أيضا حتسحب لي ووتر. إذا أي شيء أو أملاح، أي شيء تركيزه خارج الخلية حيكون أعلى، حيصير تبادل. شايفين سويت شوكليت او محلول ملحي او سكري وبعدين يحتاج ايروفين حمام، فالامعاء حتكون اشتغلت بطريقه الاوزماتيك لاكزيتس، او هذه المحلول السكري اشتغل بطريقه الاوزماتيك لاكزيتس. عندنا ستول سوفتنر لاكزيتس، مثل ايش؟ مثل الاويلز، الاويلز اللي مثلا الاويلز اللي هي ايدبل تستخدم ايضا تسوي سوفتنر للدايجستيف سيستم وللستول، فحركة الستول داخل الامعاء تكون منزلقه وسريعه. عندنا الطريقه الميكانيزم الرابعه هي الستول ستيمولانت لاكزيتيفز، اللي هذه راح يشتغل بها الماده الفعاله اللي راح نستخلصها من السينمكي اللي هي الانتراكوينون جلايكوسايدز. اوكي شباب، فاني اذا انطيت فرضا عندي patient عنده constipation وانا اريد اعالجه، انطيته intraquinone glycosides sinusoid يشتغل بهذه الطريقه، راح تبدي اول شيء حيفوت بالجهاز الهضمي، حياخذ وقت حتى يتحلل حتى يتكسر بفعل الحامض، تظهر الافكتيف مالته بعد 8 الى 12 ساعة من الانتيك مالته. والطريقة اللي يشتغل بيها شباب ايش راح يسوي؟ راح يصير ستيمولنت، راح يحرك لي انقباض وانبساط سريع للدايجستيف سيستم، لعضلات الدايجستيف سيستم. بصورة عامة هو الميكانيزم حينقسم اثنين، هو ايضا حيسوي لي ستيمولنت للدايجستيف سيستم، يزيد لي الموتاليتي على الميوكس، على الميوكا الشبكه المخاطيه للامعاء، وستيمولييت النيرف بلكس يعني يزيد لي الانقباضات والانبساطات. فراح تشوف انه حركه الامعاء راح تصير شويه اسرع وممكن تسمع صوت جرامبينج. اوكي شباب، انا حطيت لكم فيديو يلخص لكم هاي الطرق الاربعه اللي انا حكيتها، تشوفوها على وقت فراغكم، هي ما بيها شيء زايد عن اللي انا حكيته، بس حتى تعطيكم جنرال ايديا اكثر. هل استخدام المسهلات شباب for a long term safe or unsafe؟ يعني يفضل بي نون سيف. ما نريد نقول unsafe. زين أنا شنو ممكن أسوي سيف؟ فرضاً أنا عندي صار عندي constipation، شنو الأشياء اللي أنا ممكن أسويها قبل ما ألجأ للميديكيشن؟ ورا مثلاً يعني drink water، يعني water drink water، لأنه إحنا شفنا واحد من منو جاوبني هسه قال لي water. أنا دكتور أحمد. أحمد شنو؟ أحمد لطيف. أحمد لطيف قال drink water. أحمد لطيف شلون استنتج هاي؟ شاف إنه واحدة من الأدوية اللي إحنا دا ناخذها medication الميكانيزم مالتها إنه هي تزيد لي الwater بالdigestive system، فقال أنا أحسن مما آخذ medication يزيد لي الwater فأني أشرب water وحل الموضوع. هذا one option. شنو ممكن أسوي ثاني شيء شباب؟ دكتورة حركة، بس كل حركة سريعة. سوري شباب، one by one. حركة سريعة، أغير اللايف ستايل. أوكي شباب، اللايف ستايل يعني الجسم شلون يشتغل. منو قال لي؟ منو دا يجاوبني شباب؟ مهدي جليل. أوكي مهدي قال أزيد الحركة، يعني أغير اللايف ستايل مالتي، وهذا يتماشى ويا واحد من الميكانيزم اللي احنا قلنا يزيد الانقباضات والانبساطات تبع الانتستين
تبع التراك الدايجستيف تراك. بعد شنو ممكن اسوي شباب؟ ممكن اخذ فايبرز. دكتوره نواتي الالياف ممكن اخذ فايبرز. زين الالياف شباب انه اذا هي دا تسحب لي الماء لازم انا شو اسوي اذا اخذ فايبرز؟ لازم ازيد الانتيك تبع الووتر مالتي. اكو احد مجرب ماخذ فايبرز وزايد عنده الكونستيبيشن؟ دكتور ممكن مجربة تاخذين شنو؟ مثلا قشرة تفاح بسليولوز لهاي الحالة. تفاح اوكي. بعد شباب الالياف شباب اللي ناخذها من الفود هي الكونستريشن مالتها كلش قليل، هي رائعه. انا احب الاشياء الطبيعيه، بس انا بدي احكي لو عندي حاله مرضيه فرضا وعندي كونستيبيشن وإذا بيشنت اخذ فايبرز. الفايبرز اذا اخذت ويا كميه ماء قليله تشتغل بصوره عكسيه. هذا اللي انا اريد اقوله. سوري دكتوره بس انا سامعه. Can I say something? Yes. Yeah, sure. أنا سامعة أن الفايبرز هي علاج الكونستيبيشن لأن تكون مثل البولك، فبحيث تدفع الأكل بالأمعاء الغليظة تساعد على أن هي تدفع. فبمناسبة أنه إحنا ما نقدر نهضمها، إحنا ما نقدر أنه نحل يعني يصير هيدرولايز، ما يصير لها لأن ما عندنا مثلا سيلوز، ما عندنا بالجسم الإنسان سيليز اللي هو اللي يسوي لها يعني هضم. فهي تعيش من تطلع مثل ما دخلت بالضبط. مثلاً لما الحامل أحسن علاج الكونستيبيشن هو الفايبر، لأنه هو يعني ما راح يأثر، ما راح يضيف أي شيء ولا يعني حرفياً مثل ما رحتي جيتي يعني هو بالضبط مثل ما دخل يعني ما راح يأثر على أي شيء. صح، بس لازم أخذ وياها زيد الووتر انتيك لأنه هي أصلاً تسحب لي المي، فأنا لازم أعوض هذا المي. أخذ ووتر انتيك. أوكي شباب. شنو اسمك حبيبتي؟ زينب هاشم. زينب. اه سوري انا ما شفت، ما عرفت صوتك زينب متغير. اوكي زينب. زينب هاشم صح، مثل ما قالت زينب الفايبرز مثل ما دخلت مثل ما نتخلص من عندها، بس بقائها بدون ووتر خطر. انا عندي فايبرز ان شاء الله اجيب لكم اياه واراويكم شلون ان الفايبر ممكن تبدي تصير لايك السمنت بالدايجستيف سيستم اذا ماكو ووتر، وحتصير لايك السمنت. قلنا تيكينج لاكزيتيفز فور لونج تايم ان سيف، وشرحنا الاشياء ليش، لانه هي تسبب لي هابت فورمينج. يعني انا اذا الجهاز الهضمي مالتي يتعود انه يتخلص من الكونستيبيشن بصوره غير طبيعيه راح تصير هاي لايك هابت، وتسبب لي شنو؟ تسبب لي كسل بالامعاء. فالمسهلات اغلبها من تاخذ لمده 10 ايام او حسب التايب مالتها اللي انا ما اخذته، وبعدين تقطع. شرحنا الفارماكولوجيكال اكتيفيتي شباب بصورة إن شاء الله. المختبر الجاي اللي هي غدا إن شاء الله راح نستخلص من السينامكي، بس أنا هنا مطيتكم النباتات هي سينا ألكساندريا والكاسيا والكاسيا سينام. بصورة عامة شباب هي السينوسايد أي هو مو جست لاكزيتيفز فرضا. أظهرت الأبحاث أنه إلى علاقة أنتي فيرال أكتيفيتي، أنتي أوكسيدنت، أنتي إنفلاماتوري، عنده أنتي فانجل، أنتي بكتيريال حسب آخر الأبحاث. بس إحنا بصورة عامة نركز عليه as a laxative. لهنا خلصنا الطب شباب، باكر إن شاء الله راح نبدي الاستخلاص. احنا محضرين لكم السينامكي مغسول ومجفف وصاير باودر. نستخلصه حنحطه بلارج بيكر
50 مل ووتر، بعدين نغلي لمدة 15 دقيقة ونفلتره ونحطه بسبراتوري فنل، أحط أغسله بكلوروفورم، سوري أفصله partitioning ويا كلوروفورم مرتين. من يقول لي أنا اللي هنا شنو سويت؟ ايش سويت؟ استخلاص جنرال اكسترا، جنرال اكسترا اخذت اني معتمده ليش استخدمت ووتر، اني معتمده شنو، اني عندي جزء سكري مرتبط بجزء لا سكري باثره جلايكوسيديه، فاني من راح اذوب بالماء هذا الجزء السكري اللي هو الكولاريه مالته عاليه اللي هو مرتبط بالجلايكون. اوكي شباب، فانا راح اخذ ان جنرال الجلايكوسايتس، لانه انا قلنا الجلايكوسايتس ان جنرال هي شنو، ديزولف ان بولار. اوكي، فانا از ماتش از عندي شوجر از ماتش از عندي البولاريتي مالته عاليه، فانا هنا بالحقيقه اخذت كل الجلايكوسايتس از هول ستراكشر. اوكي زين، أنا مستخدمة حرارة، ممكن أكون كسرت شيء بسيط، شو تقولون؟ دكتورة كسرتي الأواصر مثلاً بالحرارة؟ ممكن أكون كسرت أواصر إذا كانت ضعيفة، بس الأواصر الجلايكوسيدية قوية لو ضعيفة شباب شو أحتاج لها؟ دكتورة تحتاج حرارة؟ أحتاج حامض. هسه أنا سويت فراكشنينج شباب، عندي ووتر وعندي أورجانيك. أوكي، الأورجانيك لاير أخذها أسوي لها كونسنتريشن، الأكيوس لاير أقسمها قسمين، واحد أجففه وش أكون حصلت على كرود إكستراكت أوف جلايكوسايت. أوكي، الفراكشن مو فراكشن سوري، القسم الثاني شو اضيف له؟ اضيف له فوريك كلورايد واضيف له اتش سي ال واعيد استخلاصه. انا من ضفت فوريك كلورايد شو اسوي هنا يا شباب؟ سويت بريكنج اكثر الاواصر وحطيت بالضبط حطيت HCl أكثر حموضة، وبعدين سويت له heating وعندي 20 minutes، إذا لحقنا إحنا نسويها 20 minutes، إذا ما لحقنا نسويها أقل. أوكي شباب، بعدين شو أسوي؟ أحط هسه عندي أنا عندي solvent بglycosides مكسر اللي هو sugar وglycogen ومواد أخرى. أوكي، أحطه بseparatory phenol وأضيف chloroform. الكلوروفورم مش راح ياخذ لي، راح ياخذ الاجلايكون سايد. عندي صار عندي فراكشن A و B و C. اوكي شباب، انا هنا أنا يعني كاتبت لكم في التوضيح بسيط سي او والحراره حتى اكسر الاثره السي سي دايمر عندي اللي هي بال انتراكوينين جلوكوسايد. اوكي شباب، اذا لحقنا ان شاء الله نسوي تي ال سي، نفس البروسيجر. تي ال سي عندي اياها، عندي ثلاثه سامبلز اي بي سي، احضر الموبايل فيس الجار عندي، اسوي ساتوريشن بالموبايل فيس واتركها مده معينه تسوي ترحيل، وبعدين اكشف عليها. ممكن اكشف باليو في لو كان عندي الستركتشر يسمح لي اكشف باليو في، لو لا راح اشوفه باكر ان شاء الله. عندي سبراي ريجنت الكحوليك كي او اتش اللي راح اقدر اكشف عليه واشوف السبوت وين، وبعدين احدد الار اف. احنا لهنا يا شباب هذا مختبرنا اليوم غد ان شاء الله. اكو سؤال دكتورة؟ اوكي اكو تفضل. اخو دكتورة بس يعني سويت بيكرات، كل بيكر بيفد اكستراكت من نوع معين،
وثلاثتهم راح نسوي لهم ايدنتيفيكيشن. سوري حبيبتي سيت اجين ما سمعت.